وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، يعني قمة عربية إسلامية غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم للوصول إلى حل جذري ووقف فوري لإطلاق النار والعدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة. أولا، أنت تبعت بالتأكيد كلمات القادة والزعماء، كيف يعني تبعتها وكيف ترى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهم الرسائل التي تصل إلى العالم من خلالها؟ اهلا بك يا استاذ ايلام، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا دعيني اؤكد لك ان كلمه الرئيس السيسي اليوم وكلمه اغلب زعماء القمه العربيه والاسلاميه كشفت عوار النظام الدولي في الحفاظ على استقراره والعجز الكبير منه في عدم ايجاد حل شامل ودائم للقضيه الفلسطينيه، باعتبار ان هناك رؤية واضحة من قبل الدولة المصرية والشعوب العربية والإسلامية، وهو التمسك بمبدأ حل الدولتين، التمسك بثوابت القضية الفلسطينية. يعني هناك عجز كبير، وأن ما يحدث في غزة يستوجب يعني أن يكون هناك وقفة قوية من المجتمع الدولي، في ظل أننا نرى الآن أن المجتمع الدولي لا يرى إلا بعين الأعور، لا يرى إلا ما يريد أن يشاهده فقط، في ظل آلة الحرب الإسرائيلية اللي بتستهدف كل شيء داخل قطاع غزة. وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم وكلمة أغلب القادة أكدت على أنه لابد من إيجاد حل شامل وعادل، وعدم يعني السماح لإسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية من جذورها او حتى على حساب دول الجوار. وبالتالي هناك ثوابت واضحه، وبالتالي لابد ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف اسرائيل عن ارتكاب يعني المزيد من الجرائم. نعم دكتور حامد، يعني اود ان اركز على مما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه حين قال يحذر من التخاذل عن وقف الحرب في غزة، لأن هذا التخاذل ينذر بتوسيع نطاق المواجهات في غزة. يعني كيف ترى هذا التحذير، تخاذل الغرب وتخاذل العالم وتخاذل الدول جميعا في نصرة يعني المدنيين على الأقل في قطاع غزة؟ يعني هذا التخاذل له تداعيات سلبية يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحذر منها. القيادة السياسية المصرية دائما وأبدا ما يكون لديها رؤية بعيدة، رؤية استشرافية استباقية للأحداث، وأكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا وليس الآن على خطورة الأوضاع فيما يخص الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وأن استمرار هذه الأوضاع بهذا الشكل وامتداد الأفق السياسي داخل الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وما حذرت منه القيادة السياسية المصرية هو ما نشاهده الآن من تصعيد وتصعيد متبادل ومواجهة آلة العنف بالعنف، وباعتبار أن إسرائيل استغلت بشكل واضح يعني حادث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها بشكل واضح جدا، محاولة تهجير الفلسطينيين، العمل على إعادة احتلال قطاع غزة، العمل على التهجير القسري وقصف المباني وقصف كل ما يمت للحياة بصلة داخل قطاع غزة. وبالتالي القيادة السياسية المصرية من خلال هذه الكلمة تضع العالم أمام مسؤولياته حتى توقف إسرائيل وتلجم هذا الاحتلال البغيض الذي يرغب بشكل كبير لتصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي كل الدول تدرك هذه الرؤى العربية المصرية الواضحة، من ضرورة أن يكون هناك حل شامل وتنفيذ مبادرة السلام العربية باعتبارها هي المرجعية الرئيسية التي من الممكن جدا أن يتم البناء عليها في الفترة القادمة لتحقيق استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط. دكتور حامد، أيضا طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من جرائم، وهذا المطلب شاركه فيه أيضا قادة آخرون مثل الرئيس التركي وأمير قطر، ويعني قادة حقيقة في يعني كثيرون من طلبوا بهذا أيضا الإجراء. برأيك هل يمكن للمجتمع الدولي أن يمتثل لهذا الطلب وأن يجري تحقيقا دوليا فيما تم ارتكابه من مجازر في قطاع غزة؟ أظن أن المحكمة الجنائية الدولية لابد أن تتحرك تجاه مجرمي الحرب والعصابة الإسرائيلية ممثلة في نتنياهو ووزرائه
اللي من مطالب يعني عم خاي الياهو وزير الطرف الإسرائيلي، واللي أشار بشكل واضح أنه من ضمن الاحتمالات ضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية، إسقاط على غزة أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات بما يعادل 3 قنابل نووية كالتي أطلقت على هيروشيما اليابانية، وبالتالي أكثر من 1183 مقذرة. يعني في عائلات يا أستاذ إلهام مقدر عددها بحوالي 25 فرد محيت من الحياة تماما، وده يدل على أن هناك جرائم ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي للسعي في تنفيذ مخططه. وأيضا إذا نظرنا بقى لكيفية أن يكون هناك تقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك في هذا الاتجاه، فلسطين بالطبع هي عضو رئيسي في المحكمة الجنائية الدولية، ولها الحق في تقديم طلب لهذه المحكمة وللمدعي العام كريم خان لكي يتم التحرك تجاه نتنياهو وعصابته التي ارتكبت الكثير من الجرائم. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضو في هذه الجمعية، ولكن طبقا للمواثيق الخاصة بهذه المحكمة يعني أرى أنها قادرة على تنفيذ إجراءات تؤلم الجانب الاحتلال الاسرائيلي، ولكن بشرط ان تطلق الولايات المتحده يدها عن المؤسسات سواء المحكمه او حتى مجلس الامن او الجمعيه العامه للامم المتحده، لان الولايات المتحده الامريكيه تقوض كل عمل هذه المؤسسات. ولكن في ظني وتقديري لن يهرب نتنياهو بافعاله الاجراميه الواضحه تجاه الشعب الفلسطيني العادي. دكتور حامد، أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لهذه الحرب وقد يعني قام باتصالات عديدة وأجرى مقابلات عديدة، وكانت له جهود كبيرة من أجل يعني التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار والوصول إلى حلول وتقديم مساعدات إنسانية أيضا إلى قطاع غزة، وليس يعني قمة القاهرة للسلام كانت يعني خير مثال على ذلك، وربما هذه القمة تأتي امتدادا لهذه القمة الأولى التي اجتمع فيها العالم أيضا لبحث ما يحدث في قطاع غزة. برأيك يعني الجهود المصرية منذ اليوم الأول وحتى الآن، وما زال على مصر أيضا يعني مطلوب منها الكثير في المرحلة القادمة بحكم أنها دولة الجوار وأن بحكم التاريخ والجغرافيا، برأيك ما هو مطلوب من الدولة المصرية في الفترة القادمة استكمالا لجهودها الماضية؟ طبعا مصر منذ اللحظة الأولى تحركت على كافة المحاور والاتجاهات لدعم الأشقاء في فلسطين، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي أو حتى إحياء مسار السلام بشكل واضح وتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وتكللت جهود الدولة المصرية بنجاحها في إحداث اختراق حقيقي في إدخال المساعدات لقطاع غزة بعد تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه المساعدات، وده اللي أشاد به كل دول العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي اللي أشاد بشكل واضح بدور القيادة السياسية المصرية ورئيس السيسي تحديدا في أنه نجح في إحداث اختراق ونجح في إيجاد ضغط حقيقي على كل الأطراف الفاعلة في هذه المعادلة. ونجحت مصر بالفعل في إدخال المساعدات على الرغم من مرورها بالكثير من المضايقات، كل دول العالم ترسل المساعدات إلى مصر ولا تعلم ما هو العبء الثقيل على عاتق الدولة المصرية لإدخال هذه المساعدات. حتى المساعدات التي دخلت نرى أن مصر تمثل حوالي ثلثين هذه المساعدات أتت من مصر والثلث الباقي من باقي دول العالم. مصر أدخلت حوالي 5400 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وليس هذا فقط، ولكن دعت مصر بشكل واضح إلى قمة السلام، وكانت الدعوة بين هذه القمة وانعقادها 3 أيام فقط، ومع ذلك شاركت أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات أممية شاركت في هذه القمة، وخرج بيان مشترك من تسع دول الست دول الخليجية بالإضافة إلى مصر والأردن والمغرب. وكانت هذه القمة قمة القاهرة للسلام هي اللبنة الرئيسية والنواة الحقيقية لإنعقاد القمة الاستثنائية التي عقدت اليوم، وأسست لما نشاهده الآن من قرارات حاسمة لمحاولة عودة مسار القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح اتجاها واتساقا مع الرؤية العربية لكيفية إيجاد حلول ناجعة وشاملة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين. دكتور حامد، اليوم أشار العديد من القادة على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر والرئيس الإيراني وغيرهم بالتعاون مع مصر في إدخال المساعدات الإنسانية، بإيصال المساعدات إلى مصر وتدخل المساعدات عن طريق معبر رفح. اليوم يبدو من لهجة القادة والزعماء أنه
هناك يعني اقتراب للضغط على إسرائيل لإدخال مستمر للمساعدات الإنسانية، هل تتوقع مثل هذا الموقف اليوم أن تتخذ الدول العربية والإسلامية موقفا صارما من حيث إدخال المساعدات الإنسانية؟ يعني القوى العربية والإسلامية أصبحت في موقف حرج نتيجة تخاذل الإدارة الأمريكية باعتبارها القوى القادرة على الضغط على إسرائيل، وبالتالي القرى الآن في ملعب الأمة العربية والدول الإسلامية، وأرى اليوم موقف مشرف وقوي جدا من كل القادة، جميع كلمتهم قادرة على إحداث اختراق فيما يخص إدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا فيما يخص ضرورة إيجاد مبدا حل الدولتين. ارى ان هناك توافق عربي اسلامي حقيقي، جميع كلمات القاده اشادت بدور مصر بشكل واضح، سواء الرئيس الايراني او الرئيس التركي باعتبارهم قوى اقليميه، وباعتبار ان مصر لم تتاخر يوما عن دعم القضيه الفلسطينيه على مدار التاريخ، وبالتالي هذه القمه تؤسس لموقف قوي اسلامي عربي حقيقي يضغط على الجانب الاسرائيلي لكي يتوقف عن التعنت. يعني عندما ترسل مصر المساعدات يقوم بتفتيش المساعدات ويقوم باتلاف الادويه التي من المفترض ان تدخل الى المستشفيات، كدليل واضح على ان هناك خطه ممنهجه من قبل الاحتلال الاسرائيلي لعدم ادخال هذه المساعدات الاغاثيه والطبيه والانسانيه الى كل قطاع غزه، وبالتالي لابد ان يكون هناك رؤيه متوافقه مع الجانب المصري، لابد ان يكون هناك رؤيه عربيه اسلاميه حقيقيه تؤدي لواقع جديد، تكون هذه القمه لبنه رئيسيه لاحداث توافق يقوم بموجبه هناك رؤيه استراتيجيه حقيقيه في كل المواقف سواء العربيه او الاسلاميه لدعم القضيه الفلسطينيه. دكتور حامد، في الوقت الذي تنعقد فيه القمة العربية والإسلامية نجد مستشفى الشفاء في غزة يتعرض لقصف شديد جدا حتى وصول القصف إلى داخل المستشفى، في نفس الوقت هناك يعني أصابع الاتهام تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يعني المحرك الرئيسي والمانع الرئيسي لوجود هدنة في قطاع غزة. يعني بصفتك يعني متخصص في العلاقات الدولية، كيف ترى يعني هل هذا تحديا من إسرائيل لهذا المؤتمر وتحديا أيضا للولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة؟ طبعا المواقف الإسرائيلية الواضحة المتعنتة العدوانية كشفت عوار النظام الدولي وكشفت عوار الإدارة الأمريكية في التعامل مع قضية هي من المفترض أن تكون إنسانية في المقام الأول، لأن عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف واضح للمستشفيات، يعني الحرب الآن أصبحت على المستشفيات، يعني ذهب وتم هدم منزله وقصف وتم إصاباته أو تعرض إلى إصابة خطيرة ويذهب للمستشفى ليعالج فيموت نتيجة القصف الإسرائيلي، وبالتالي موقف متخاذل جدا من الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ أي خطوات من شأنها لجنة الاحتلال الإسرائيلي عن التوقف عن مثل هذه الاستهدافات، وده يظهر بشكل كبير ان حكومه نتنياهو اصبحت مرتهنه وبشكل واضح جدا لليمين المتطرف، لان من يشاهد القناه ال 14 العربيه تحديدا والتي تنتمي الى اليمين المتطرف يعلم انه كان هناك ضغطا اعلاميا كبيرا من قبل هذه القنوات المأمورة لان يكون هناك استهداف للمستشفيات. بالفعل تم استهداف 6 مستشفيات من اليوم لحتى من الامس حتى اليوم، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه يعني اين هي حقوق الانسان واين الديمقراطيه واين الشعارات الزائفه التي دائما ما كانت تتذرع بها بحجه التدخل في شؤون الدول، وبالتالي ازدواجيه المعايير، وهو ما اشار اليه رئيس السيسي اليوم من ان هناك ازدواجيه معايير واضحه من قبل الاداره الامريكيه والمجتمع الغربي، وان المجتمع الغربي بشكل عام والقوى الدوليه ترى بعين الاعور، لا ترى الا يريد فقط ولا ترى اطفال فلسطين، اكثر من 4500 طفل من اطفال فلسطين سقطوا، اكثر من 2500 شهيده سقطوا، ومع ذلك لم يحرك المجتمع الدولي وظل ساكنا صامت امام هذه الجرائم التي يندى لها الجبين. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه.